السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع العلم الذي يرتكز عليه باقي العلوم، والعلم الذي لا بد من إتقانه لمن أراد أن يتصدر للتعليم والتدريس أو أراد أن يحوي أصول العلم، أصول الفقه. تكلمنا على دلالة الألفاظ، وقلنا بأن الكلام قد يكون منطوقا وقد يكون مفهونا، يعني الحكم قد يكون قد نطق به الشرع بلسان الشرع أو يكون من باب الفهم الذي هو المسكوت، حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، وهذا تكلمنا به وانتهينا من تفصيله قبل ذلك. اليوم إن شاء الله ندخل على المفهوم، تكلمنا عن المنطوق، اليوم ندخل على المفهوم. وعند الكلام على المفهوم من الأهمية بمكان، وطبعا ما قلناه من دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة قد يتوافق مع ما يتبناه الأحناف ويختلف، والخلاف ليس يعني بعيدا وأيضا ليس مؤثرا حتى ندخل في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور مدرسة الرأي مدرسة الحديث في مسائل التأصيل، لأنه الخلاف ليس يعني تأثيره ليس بالقوي، لكن أنا سندخل الآن في المفهوم لأنه من الأهمية بمكان. المفهوم ينقسم إلى قسمين، هو ده الأصل في هذا الباب، تقسيم المفاهيم إلى مفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة والأحكام التي تتعلق بذلك. مفهوم اتصل بعماد عشان الدرس. نعم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة معناه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة بخلاف العلماء اللي هو من دلالة اللفظ اللي هو من القياس، مفهوم الموافقة والذي حكمه حكم المنطوق، حكمه هو حكم المنطوق، تتمكن فيه العلة أشد من تمكنها في المنطوق. مفهوم الموافقة حكمه هو حكم المنطوق، تتمكن فيه العلة فوق تمكنها في المنطوق، تتمكن فيه العلة فوق تمكنها في المنطوق. مفهوم يعني الأمثلة على ذلك كثيرة، هذا مفهوم الموافقة. وكما قلت، مفهوم الموافقة عند العلماء الكلام كما قال علماءنا الكلام على حجيته كما سيأتي، وأنه من دلالات اللفظ هو من القياس. أقول أولا، من الأمثلة على مفهوم الموافقة دائما يضربون بمثل مشهور متعارف عليه، قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريم. قال الله تعالى: وقدر ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يقولون التأفيف حرام من الولد للوالدة او للوالد للوالدين. قالوا: اذا من باب اولى العيال المتمكنة الاكثر. وهنا احنا قلنا في تعريفه حكم المنطوق، حكم المنطوق هنا التأفيف مكروه، صحيح؟ حرام. ليش حرام؟ أنا أقول ليش التأفيف حرام؟ تقول للعيلة المتمكنة ليش التأفيف حرام؟ صريح النص قال: فلا لا ناهية
يبقى التأفيف حرام للنص صحيح. قلنا إذن الضرب أشد حرمة، ضرب الوالدين أشد حرمة. من وين أتينا بأنه أشد حرمة؟ هذا مفهوم الموافقة، كأنهم يقولون هذا تنبيه من الأدنى للأعلى. التأفيف حرام، إذن الأغلظ من التأفيف يكون أشد. طالما حرم أكل أدنى الذي هو أيسر، يعني أنت فقط مثلا بنت تدخل على أمها وتكون كرجعت من الجامعة وهي يعني منهكة وأنها متعبة، فدخلت فأمها قالت يعني اذهبي فاغسلي كذا ففعلي كذا، فقالت أف فقط أف، يعني أنا تعبانة ما أستطيع، هذا محرم. وهذا يسير ما يقع فيه أي إنسان، يعني أي إنسان تضجر أو حدث فيه شيء يقع في مثل هذا. فإن حرم عليك الأدنى فلأن يحرم عليك الأعلى من بابي باب أولى. إن حرم عليك الأدنى فلأن يحرم عليك الأعلى من باب أولى، من باب أولى. لذلك قالوا الضرب للأم للوالدين حرام، والسب والشتم حرام. طبعا فوق ذلك ما خلاص قلنا القتل، القتل هذا هو أشد العقوق، أشد العقوق. هذا تمثيل لمفهوم الموافقة، وتكون العلة متمكنة فيها فوق تمكنها في المنطوف. لو أضربنا أمثلة على ذلك غير المثال الدارج عند كثير من العلماء، يمكن أن نضرب على ذلك بتحريم الأخت من الرضاع وأخواتكم من الرضاع، وقد قال سلم يحرم الرضاع يحرم النسب. قالوا إذا كانت الأخت التي رضعت 5 رضعات من الإنسان من الأم تحرم على ابنها على الأخ الذي هو من الرضاع، فلأن تحرم عليه الأخت من النسب من بابي أولى. هذا فقط اللبن الذي رضعت منه المرأة هو الذي كان سببا في التحريم، فما بالك أنها في بطن الأم وعاشت مع الأم وبعد ذلك ولدتها هذه الأم وعاشت معه ليل نهار مساء صباح مساء، فلأن تحرم عليه من بابي أولى. ليه؟ لأن العلة هنا متمكنة أشد منها من تمكنها في مسألة الرضاع. بل في الرضاع بعض العلماء يعني مثلا يقول في الرضاع إذا كانت كبيرة فلا تحرم، يعني لو كانت البنت من 7 سنوات 9 سنوات ورضعت 5 رضعات مشبعات لا تحرم، لا تحرم على ابن الأم التي أرضعتها وهي بنت 7 سنوات 9 سنوات. وهذا قول، هذا قول باتفاق أئمة الأربعة، وهذا القول قال به جمهور السلف والخلف. من كانت عائشة تتبنى غير ذلك، أن البنت حتى لو بنت 20 ورضعت حرم 5 رضعات تحرم، هو يرى ذلك، هي ترى ذلك عائشة، وابن حزم طبعا يرجح هذا، وكثير وبعض العلماء يرون هذا الباب أنها على الإطلاق وعلى العموم. والمسألة الحق فيها إذا نظرنا فيها شرعا فهي المسألة وقعت حال، لحديث سالم مولى أبي حذيفة هي وقعت حال يقص عليها مثلها. إذا هذا أيضا العلة متمكنة فيه فوق تمكنها في المنطوق. من ذلك أيضا تحريم بيع العنب لمن يعتصره خمرا، ورد النهي عن ذلك وإن كان الحديث فيه كلام، لكن اتفاق يعني الأئمة على حرمة ذلك تجوزا. فأقول تحريم بيع العنب لمن يعتصره خمرا حرام. أكمله ضرب مثل هذا على مفهوم الموافقة، أكمله يبقى إذن المتوقع ماذا يقال؟ إذن ببيع الخمر أشد، ببيع الخمر أشد حرمة. إذن ببيع الخمر أشد حرمة. لما؟ لأن العلة متمكنة، هو أصالة العنب الذي هو الأصل فيه الحل حرم، نعم حرم حتى لا يتخذ وسيلة إلى الخمر، فلأن يكون محرما في الخمر من باب أولى. وهنا ممكن أن نقول في مسألة تحريم أن قاعدة ضابطها ضابط تام، وهي قاعدة تحريم المقاصد أشد من تحريم الوسائل. يعني لو قلنا بأن القاعدة تحريم الوسائل أن الوسائل محرمة، فلأن نحرم المقاصد من باب أولى. تحريم المقاصد أشد في الحرمة من تحريم الوسائل. مفهوم؟ سأضرب مثلا واحدا وأنتم بعد ذلك على المنوال تنسجون. أضربه؟ النظر المرأة محرم إذا كان بشهوة، النظر المرأة محرم إذا المرأة محرم إذا كان بشهوة، فهنا من باب أولى الزنا، الزنا محرم، إنه منع النظر من أجل ذلك فقط. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء يقولون ما كان محرما في الوسيلة فالأمر فيه، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة
الراجحة. للمصلحة الراجحة، نعم. مثال ذلك، خلينا في النظر، إذا كنت ستبيع وتشتري، لك أن تنظر لها وتنظر لك. نعم. عشان لو عايز الخطوبة، قصدي الخصومة، خلينا في الخصومة الأول قبل الخطوبة على الجزائري أنت كمان. فإذا حدثت الخصومة، يبد إذا تحاكما يعرف بعضهم بعضا. مفهوم ولا لا؟ ومسألة الشهود نفس الأمر. أيضا إذا كان مسألة النكاح، قال أنظرت إليها؟ قال أبو موسى الأشعري أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصاري شيئا. بل في رواية عن جابر قال فلتنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. فهنا أباح الآن ما تحت إباحة الوسائل ممنوع سد الذريعة وبيحة للمصلحة الراجحة. من ذلك أيضا هي المسألة المهمة جدا، أنا لابد ألفت الانتباه إليها. كثيرا ما تقول والصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أعظم ما يقال لك معاودة في هذا الباب إيش؟ إن قبر النبي فيه. ممتاز. يقول لك ما أنت بتصلي في المسجد النبوي، والمسجد النبوي فيه القبر. صحيح ولا لا؟ هنا الرد عليهم بقى، كيف تردون؟ والحق الإجابة عن ذلك والقاعدة التي قلتها الآن، ما منع سد للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. منع سد للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. منع إيش اللي منع سد للذريعة؟ منع الصلاة أو منع الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خوفا من ذريعة ممكن يتخذ القبر إلها من دون الله. وهذا اللي يحدث الآن، ترى القبوريون ماذا يفعلون؟ ترى القبوريين ماذا يفعلون؟ يذهبون يتوسلون بالمقبور. وإحنا عندنا في اسكندرية مثلا قبر أبي العباس، يذهبون إلى أبي العباس ينظرون له، ممكن يذبحون له. البدوي، تعرفون تسمعون عن البدوي في طنطا ولا ما تسمعون عنه؟ ما أشهر من نار على العالم في هذا الباب. فيذهبون ممكن يتعبدون من دون الله، فعلا تصل إلى ذلك. طبعا بقى فارس أم الباب عندهم أصلا، يعني الذهاب إلى قبر الفلان ده بسبع حجات بتسع حجات، يعني الإنسان اللي يلدي حج ما عنده مال يذهب بس القبر الخميني وانتهى الموضوع. يعني الذهاب إلى قبر الخميني بكم حجة؟ ها موجود هذا بلاوي سوداء والهند، يعني أجارك الله. طبعا هذا الفكر ضارب مع الهند في هذه المسألة، نفس الأمور يرون أنك لو ذهبت إلى قبر الفلاني عبد القادر الجيلاني أو أحد من هؤلاء عنده أفضل من الحج بكثير. فهذا يبقى منع سد للذريعة أبيحة المصلحة الراجحة. أبيحة للمصلحة الراجحة. ما المصلحة الراجحة؟ توسعة. لا لا يا ست توسعة. ممتاز. الصلاة في الحرم بكم؟ هي بألف صلاة. نعم، لكن أنت أجبت في الإجابة الصحيحة الأولى، وهي أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة ليست كمثلها في أي مسجد آخر. فالمصلحة الراجحة هي صلاة بألف صلاة. الإنسان ممكن يموت بعد ليلة بعد ليلتين. فالله تعالى أمد، شوف لما أمد في أعمار السابقين وكان لهم العمل وقصر في أعمار هؤلاء فزادهم في العمل. ليلة بألف، ليلة القدر بإيش؟ خير من ألف شهر. يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. صلي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلي في المسجد النبوي بألف صلاة. قال هذه مصلحة راجحة، يبقى منع سد الذريعة. وأيضا هو منع سد الذريعة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا، وهذا كونا بفضل الله وشرعا، كونا وشرعا غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، يبقى كونا انتهى. وشرعا انت ترى في نهي على انك تذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب زياره القبور اصاله لا تجوز. النساء طبعا انت ترى ما ترى مما يفعل لك. الاصل انها بفضل الله تعالى كثير من الناس يقفون عند القبر يضربون الايدي حتى لو واحد تمسح على الحديد في هذا الباب. فالحمد لله شرعا وقدرا المساله منتهيه. اذا ما منع سد الذريعه ابيحه للمصلحة الراجحة، تابعة لقولنا في مسائل الوسائل والمقاصد، وأن تحريم الوسائل أخف. لكن إن قلنا بتحريم الوسائل فلأن تحرم المقاصد من باب أول. هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة، قلنا مفهوم المخالفة هو أن حكم المنطوق يخالف حكم الإيش؟ هو طبعا مفهوم المخالفة لابد يقال حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. يبقى الجملة ان حكم المنطوق يخالف حكم المسكوت. ايه يا صومالي؟
حكم المفهوم هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. إذا كان المنطوق حلال إذن المسكوت عنه يكون لا لا. أنت نمت، أنت ما زلت في مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة هو حكم المفهوم حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. إذا كان حكم المنطوق حرام، الخمر حرام، طيب الماء حلال، يبقى حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق. لأن لما تقول لك إنما الخمر حرام، الكلام هنا على إيش؟ طب غير الخمر، عصير التفاح، الموز، أصحاب الصومالي عصير الموز إيش؟ حلال طبعا، تتاجر فيه يكون حرام. نعم، إذن هذا حكم المسكوت عنه يكون مخالفا لحكم المنطوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. هذا المنطوق، وش المفهوم؟ ما أحد تبرع بقى بالإجابة. طبقها، شوف هنا الرجل خلص منها مخلصا رقيقا، قال ليس الماء من الماء، صح؟ يعني هذا جيد، لكنك لم تشرح شيئا. إنما الماء من الماء، هذا المنطوق ولا المفهوم يا أستاذ الليث أنس؟ إنما الماء من الماء، إيش معنى الحديث أصلا؟ هو مقصود إنما الماء يعني الاغتسال، وجوب الاغتسال من 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 الإنزال، هذا إنما الماء والماء مفهوم مخالفة. هذه المهمة، هو خلاص عند الجزائر إيه؟ إذا جمع فأكسل، يعني لم ينزل فلا اغتسال عليه، مفهوم؟ لأنه قال إنما، أسلوب حصر وقصر، يعني يغتسل المرء وجوبا إذا جمع فأنزل، يبقى مفهوم مخالفة. وطبعا هذا الحكم منسوخ، مفهوم مخالفة إذا جمع فلم ينزل فلا غسل عليه، يعني لا يجب عليه الغسل، هذا معنى إنما الماء من الماء. نعم، إذا نقول يعني عندنا المفهوم. نعم، عندي سؤال في مسألة، يقول مفهوم المخالفة هو في تشابه كبير جدا بينه وبين دلالة غير الصريح، المنطوق غير الصريح. المنطوق غير الصريح لو تقصد دلالة الإيماء أو الإشارة؟ لا، لأن الإشارة معها من اللفظ، قد وقد لكنها معها من اللفظ، تدخل في حكم اللفظ نفسه. كيف نميز بين هذا؟ يوم تميز منه أصلا بالسياق، السياق الذي يبين لك ذلك. لأن مثلا إنما الماء من الماء، أقول هذا لازمه، يعني ما في لازمه، ما هو طبعا ما هو لا، ما هو هذا الفهم من اللوازم، ما هو الفهم من اللوازم، لكن في فرق من تمكن الفهم وفرق بين الإشارة، لأن لازم ممكن يكون إشارة إلى موافقة الحكم حكم المنطوق، أما الآخر لازم يكون لازم العكس، يكون فهم خلفة مخالف للحكم، فهمت؟ نعم. ده الفرق تماما يعني. نعم، الحجية أولا المفهوم نفسه، احنا قلنا المفهوم ينقسم إلى موافقة مخالفة. مفهوم الموافقة بالإجماع أنه حجة بالإجماع، طبعا لما يقول علماء الأصول بالإجماع يقول إيش؟ يعتنزلا لطرح كلام الظاهرية، لأن الظاهرية لا يرون حتى مفهوم موافقة، يعني مفهوم موافقة ابن حزم يرفضه، لذلك ابن تيمية اشتد في النكير عليه، قال هذه مكابرة، لما تقول ولا تقل لهم أف ولا ترى، هذا الذي يجعلك تعجب بأنهم يقولون لو ضربها لا شيء عليه، يدخل يضرب أمه ولا شيء عليه، لو قال لها أف آثم وفعل كبيرة، لكن ضربها حتى ذهبت إلى المستشفى لا شيء عليه، لماذا النص لم يأتي بذلك؟ لذلك ابن تيمية قال هذه مكابرة، يعني العلة متمكنة جدا، كيف لا تقول أنه حجة؟ إذا مفهوم الموافقة حجة بالإجماع بالاتفاق خلافا للظاهرين. واختلف العلماء فيما بينهم هل هو من دلالة اللفظ أم هو من القياس؟ طبعا الشافعية يرون أنه من القياس، قياس الجلي يعني، والخلاف لفظي، وإن كان إن كان بعض ما يرون له أثرا فقهيا في النسخ، أن مفهوم الموافقة لا ينسخ. يقولون من دلالات اللفظ ولا هو القياس؟ قالوا هذا قياس جلي، قياس الأول. قولوا فهمنا. الحمد لله. مفهوم الموافقة حجة بالإجماع، مفهوم المخالفة فيه خلاف. قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا مفهوم المخالفة حجة يعمل بها. أحمد والشافعي الثلاثة. أما الأحناف فقالوا مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهو كلام ابن حزم. أقول إجماع ثلاثة. إجماع لا
اتفاق الأئمة ليس إجماعا، حتى الأئمة الأربعة ليس إجماعا. خطأ من يعتبر أن اتفاق الأئمة الأربعة إجماعا. قصدي لفظة الإجماع هل إحدى تعريفات أن يكون الأئمة الثلاثة؟ خطأ خطأ. في من قال بهذا القول؟ لا أبدا. في من قال بأن الأئمة الأربعة اتفقهم إجماع، وهذا لا يصح. ما هو الإجماع؟ الإجماع إجماع مجتهدي الأمة بأسرهم كله. طبعا في عصر خلاف ابن جرير الطبري في عصر من العصور طبعا. ماذا يقول ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري يقول الأغلب ينزل منزلة الكل. هذا كلام ابن جرير الطبري في الإجماع، هذا خطأ منه. مفهوم؟ نعم مفهوم. جيد. فأقول الأئمة الثلاثة قالوا بحجية المفهوم، الأحناف قالوا بأن المفهوم ليس بحجة لأنه غير منصوص عليه، مع أنهم يعتبرون بأن كلام العلماء ممكن نأخذ من المفهوم منه. طيب أقول أما حجة الجمهور فمن باب اللغة والفهم والصحابة واتفاق الصحابة على المفهوم المخالفة صحيح. أما في اللغة فهذا قال فيه الشافعي، والشافعي حجة في اللغة، وأبو عبيد، وهذا نص من علماء اللغة الذين هم المقدمين في أهل اللغة قالوا بالمفهوم. وأما فهم الصحابة وعمل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، من الأدلة على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما بالنا قد أمنا وإنا لنفصل الصلاة في السفر، وقرأ عليه قول الله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين، قالوا إن خفتم ونحن الآن أمنا، يبقى القصر بوصف مقيد وهو الخوف، إن ارتفع الخوف ونزل الأمان إذا لا قصر، هذا مفهوم مخالف. قال الله جل وعلا لا جناح عليكم أن تقصروا، الحكم هنا إيه؟ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الحكم المنطقي في الآية ممتاز، هذا قصر الصلاة هذا حكم في الآية، الوصف المقيد إن خفتم يبقى حكم المنطوق، المنطوق حكمه ممتاز قصر الصلاة حالة خوف. شوف دايما المتلاعب الذي يفهم كيف يمكر فهم صحيح يفهم سريعا، هذا حكم المنطوق صحيح المفهوم. وصف مقيد إن خفتم المفهوم يبقى إذا أمنتم فلا قصر الصلاة صحيح ولا لا؟ عمر فهم ده، هذا مفهوم الفقهاء. فجاء عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن أمنا إذا لا قصر لما نقصر بالمفهوم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على المفهوم، قال كلامك صحيح بلسان الحال طبعا مش زي ما قال كلامك صحيح، ثم قال له صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا، يعني نعم المفهوم صحيح بأنك لو أمنت لا تقصر، لكن الله تعالى أبى إلا أن تقصر صدقة منه ده عليكم رحمة بكم تيسيرا عليكم في الأحكام. يبقى هذه فيها دلالة على أن فهم عمر كان فهما صحيحا، ولكن الذي جعل القصر يستديم هو من باب أمر آخر ليس المفهوم، أمر آخر ألا وهو أن الله تعالى رحم الأمة والعباد وتصدق عليهم بها. مفهوم؟ الثاني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل نار، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقول ابن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، جاء حديث مرفوعا بذلك بالنص، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ابن مسعود أتى بها بالمفهوم وجاء النص موافقا لهذا المفهوم، فمفهوم مخالفة حجة، مفهوم مخالفة حجة، ولذلك العلماء يقولون مفهوم مخالفة حجة وله
وله صور ومراتب. طيب وله موانع. يعني ليس العمل ليس كلية العمل بمفهوم كما سنبين. هي موانع العمل بمفهوم. الأول ترتيب المفهوم، يعني ترتيب مراتب المفهوم، مراتب مفهوم المخالفة. قد يقول بعضهم أقوى مراتب المفهوم الحصر والقصر. اللي هي إنما كما قال نعم هذه مراتب المفهوم الأولى الحصر والقصر. والحصر والقصر قد يكون بالتقديم والتأخير، وقد يكون بالنفي والإثبات لا إله إلا الله، قد يكون بإنما. كل هذه أساليب حصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وهذا الذي حدا ببعض العلماء أن يقول بأن ربا الفضل ليس بربا، يعني ليس محرما. لذلك ابن عباس وأسامة قال إيه؟ قال الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين لا شيء فيه. لما؟ لأن النبي قال إنما أصلب حصر المفهوم إنما ربا في النسيئة. هذا المنطوق المفهوم، غير النسيئة لا ربا فيه. هذا هو مفهوم. وهذا الذي حدا ببعض العلماء كما قلت يقول لا بأس بالدرهم والدرهمين والدينار بالدينارين. وهذا غلط، هذا ربا. لا، هذا المفهوم غير مراد، لأن عندنا حديث صريح قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. يبقى هنا المفهوم غير مراد. ما خلاص، ما هو المنطوق خالف المفهوم. لذلك المفهوم غير معمول به. أنا أتكلم على ما أنا لا أرجح هذا القول، أنا أضربه مثلا لتفهموا كيف أن العلماء أخذوا بمفهوم المخالفة. لا ما في نعم مفهوم مش مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هذا أسلوب حصر وقصر. إنما الربا في النسيئة، بمعنى الربا كل الربا في النسيئة أن تعطي 100 وتأخذها بعد شهر 110. قال إنما الربا هنا في هذه الصورة، إنما الربا في النسيئة. نعم فاهم؟ مش فاهم يعني مش فاهم شوية يعني مش فاهم. لا عشان نوصل المعلومة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. ما معنى النسيئة؟ يعني حصل الحرام بالربا بالنسيئة. ما معنى النسيئة؟ أن تعطي مبلغا وترد بعد شهر شهرين زيادة. فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الصورة حصرها، قال الربا هنا فقط. يبقى في غير هذه الصورة المفهوم ليس بربا. يعني المخالف عن هذا ليس بإيه؟ ليس برب. يبقى إذا لو أعطى وهو جاء في نفس المجلس أعطى 1000 وأخذ 1100 على نفس القول يكون ربا؟ لا. لما؟ لأنه حصر الربا في النسيئة. تشوف فرحان تريد تفعل ذلك أنت؟ إياك ما يجوز هذا ربا. مفهوم؟ هذا المعنى. يبقى إذا المعنى أن الربا يكون في النسيئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. مفهوم؟ فبعض العلماء قال إذا الدرهم بالدرهمين عاجلا ليس فيه شيء، لأن الربا في النسيئة فقط. قل نعم فهمنا. فهمتم؟ هذا هو. يبقى إذا إنما أسلوب حصر وقصر لها مفهوم، دي مراتب المفهوم الأولى. من وطبعا كما قلنا التقديم والتأخير، وأيضا لا إله إلا الله. يبقى الإلهية فقط في الله، الإلهية فقط تستحق الله تعالى وليست لأحد غير الله. المفهوم الثاني مفهوم الغاية. مفهوم الغاية المرتبة الثانية اللي غاية الأمر، كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عياد وهم، يعني قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. غاية بغاء الغاية لوقف القتال هو إعطاء الجزية من اليهود النصارى حالة كونهم صاغرين. خلاص ما في قتال، ينزلوا تحت حكم الإسلام وما في قتال. هذا مفهوم مخالفة ممتاز. مفهوم؟ هذا مفهوم نعم. حتى يدفعوا الجزية. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أو تقول مثلا في قول الله تعالى فلا تحل له الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف تحسين بإحسان. قال الله تعالى فإن طلقها، يعني طلقها الإيه؟
فإن طلقها فلا تحل له، خلاص بانت بينونة كبرى. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أو الآن يبقى إذن عند المنطوق أنها تحرم حتى المفهوم إن نكحت زوجا غيره ها وطلقها فهي تحل له، مفهوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة رفاعة قالت طلقني رفاعة فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما أنا معه كهدبة الثوب. قال لا تريدين الرجوع لرفاعة، يبقى إذن يحل لها أن ترجع لو طلقها زوجها. تريدين الرجوع لرفاعة لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على أساس مفهوم المخالفة. يبقى حتى تنكح زوجا غيره يعني تنكح زوجا غيره ويطلقها فتحل له بعد ذلك بعقد جديد. من ذلك أيضا من المراتب أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. الشرط قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يبقى الثلث لا يكون إلا لثنتين أو فوق. طب واحدة لا حكمها يقال، وزي جاء المنطوق في الواحدة قال فإن كانت واحدة فلها النصف، صحيح ولا لا؟ أيضا قال الله جل في علاه عن النفقة للأزواج لو كانت مطلقة هل عليها نفقة أم لا؟ قال الله جل في علاه وإن كنا أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال فإن كنا أولات حمل وصفه مقيد ما شرط، يعني النفقة النفقة تجب على المطلق مع أنه ليس زوجا الآن، النفقة تجب عليه شرط شريطة أن تكون مطلقته إيه؟ حاملة. فإن كنا ولا تحمل فأملك عليهم، لأن المرأة التي تطلق لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا كانت رجعية ففي وقت العدة انتهت العدة لا نفقة ولا سكنة. فإن كانت حاملا صح ذلك، فهمتم؟ يبقى هذا اسم مفهوم الايه؟ شرط المرتبة أو المرتبة آسف الرابعة الوصف، التقييد بالوصف وصف مقيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة زكاة. عندنا بهيمة الأنعام الغنائم الغنم أجلكم الله، بهيمة الأنعام إما أن تكون سائمة أو تكون معلوفة، صحيح؟ المعلوفة التي يتكلف لها صاحبها ويشتري لها العلف ويعطيها ينفق عليها حتى تصير مربربة للرجل الطيب. أما السائمة مربربة وحدها تذهب إلى الراعي ترعى وحدها لا يتكلف عليها صاحبه، هذه السائمة مفهوم دون كلفة، هذه السائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المال اللي يحتمل زكاة أن تكون إيه؟ سائمة. لكن المكلفة رجل، يعني ده رجل عنده غنم وبينفق عليها وتيجي تقول له آخر العام أنت على كل 40 في غنم يقول لك حرام عليك أنت والإسلام فين الرحمة؟ يكون ذلك المال لا يتحمل. تشوفهم تنظر، وهذا الصحيح أن المال الذي يكون ناميا يتحمل الزكاة يفرض عليه الزكاة، أما المكلف لصاحبه بيخف. لذلك أنت ترى في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما سقط السماء العشر. ها طبعا فيما سقط بقى بالأبيار والعمل كم نصر، ليه يخفف من العشر نصر العشر كلفة تحمل المؤونة، مفهوم؟ فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة الزكاة منطوق، المفهوم إيه؟ نعم يبقى في غير السائمة لا زكاة فيها، هذا اسمه مفهوم بالوصف. نعم أما هي التي تكون يعني صائمة أحياناً وتكون معلوفة التي تسوب أحياناً وتعلف أحياناً ينظر في الغالب عليه، إن كان غالب العام أنها سائمة أخذت حكم السائمة، وإن كان غالب العام أنها معلوفة صارت معلوفة. المتوسط 6 أشهر 6 أشهر عليه نصف الزكاة، هذا حق؟ ها؟ هذا حق؟ العلماء قالوا ده لو 6 أشهر معروفة و 6 أشهر سائمة عليه نصف الزكاة. المرتبة التي تليها أيضا مفهوم العدد، مفهوم العدد وإن كان بعض الأحيان يضعفه، يعني إن كان المراتب الأولى مراتب الحجية فيها قوية. مفهوم العدد إنه يقول وفي مثلا في صلاة الجنازة يقول 4 تكبيرات فقط، يبقى معنى ذلك الزيادة غير
غير غير جائزة، مع انه طبعا زيادة جائزة، لكن انا اتكلم على ضرب المثل. قال الله تعالى عن الزاني والزانية قال فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوهم المنطوق 80 جلدة. اذا المفهوم الزيادة لا تجوز. زانية نعم ليس 80 100 جلدة. اسف القاذف 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 يجلد 80. قال الله تقبل لهم شهادة ابدا وأولاكم الفاسقون. نعم فلو قلنا 100 جلدة، لو قال 100 جلدة ولا يشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، قال علماؤنا 100 جلدة يبقى إذا لا يجوز الزيادة. المنطوق 100 يبقى المفهوم أنه لا يجوز الزيادة، جاز 100 لا يجوز الزيادة، هذا مفهوم العدد. وكما قال ابن سلام تبدو صلاة الجماعة صلاة الفجر ب 27 درجة، ما في زيادة، لكن الأقل ممكن يحتمل. كما قال الإمام النووي، الإمام النووي يقول الزيادة لا، المفهوم في الزيادة لا يقبل، لكن الأقل يحتمل. لذلك قال ب 25 درجة في 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 رواية أخرى، صلاة رجل في بيتي في في سوقي قال أفضل من صلاة صلاة رجل في الجماعة، خير من صلاتي في بيتي أو في سوقي ب 25 درجة، أو قال في سوقي خير من صلاة الفجر ب 25 درجة. نعم. أليس المفهوم العدد يكون أولى ب يعني يكون أولى بت أن يعني يكون من أقوى درجات المفهوم المخالف؟ لا، قالوا إن لأن في 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 الأحوال أن الأعداد غير مرادة، والزيادة ممكن تقبل الزيادة وتقبل النقصان. الأعداد تكون قطعية. أعرف، لكن هو قالوا في ده، هذا الذي شوشوا عليه ذلك، وإن كان الجمهور يرون أنه حجة، لكن في المرتبة لا، ليس في المرتبة الأولى، الحصر هي المرتبة الأولى. الحجية في الحصر هي المرتبة الأولى. المفهوم الثاني هو مفهوم الظرف. مفهوم الظرف، احنا عندنا ظرف كم ظرف؟ الظرف الزماني والمكاني، صحيح؟ يعني يقول حسبتم ظروف الجوابات؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت المواقيت، صحيح؟ ذي الحليفه ويلملم ورابغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن أراد الحج والأمر. شو عندنا الظرف المكاني والزماني، الظرف المكاني هو في ذو الحليفة أو الآن أو رابغ أو يلملم، فهنا ده ظرف مكاني، ظرف الزماني الحج أشهر معلومات التوقيت. فهنا إذا قال الله الحج أشهر معلومات، يبقى إذن لا يصح الشروع في الحج إلا في هذه الأشهر المعلومات، مع ان خلاف فقهي موجود. الاحناف يقولون لانه نقول بمفهوم مخالفه. فاذا ما قلنا ان الله يعني الحج اشهر معلومات، هذا ظرف زمان والان، يقولون اذا الحكم في هذا الظرف ومخالفه لا يصح، مفهومه لا يصح، يبقى لا يجوز لواحد الان يقول لبيك اللهم بحجه او بعمره متمتعا بها الى حج، ما يجوز الان، لان هذا ليس ايه؟ ظرفا، ليس ظرفا للحج. فهمتم ولا لا؟ عشر الحج هو ايه؟ ها شوال ذي القعده وعشر ذي الحجه. نعم هذا هو صحيح. نعم ايوه انت صحيح، ولذلك لما هاجوا عليك انا استغربت. ها؟ لا مالك يجعل ذي الحجه كل الشهر، لكن صحيح الائمه الثلاثه يجعلون 10 من شوال من شوال. الخلاف كله في اليوم العاشر يدخل فيه ام لا؟ نعم. هو طبعا يقول الاشهر على الغالب اشهر الحج. فمن لبى بالحج في خلاف هذه الأشهر قلنا له لا يصح، لأن الله قال الحج أشهر. هذا الظرف الزماني. طب الظرف المكاني؟ لا، نقول مثلا المرأة متى، لحظة، السؤال للمرأة، أين تعتكفنا؟ تعتكفنا أنتن؟ السؤال لكنا جميعا، في أحد منكن يعتكف في رمضان؟ وين؟ أين تعتكفنا؟ في حجرة البيت، صحيح؟ الأحناف قالوا للمرأة أن تعتكف في غرفة بيتها، وقلنا هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن السلام قال، لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون انظر بقى وصف مقيد الآن، ظرف المكان هنا قيد، قال وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف لا يصح إلا سواء كان الرجال أو النساء. طب قال ده أنتم، قلنا يدخل تحت الرجال والنساء، وانتم عاكفون في المساجد للتغليب، وانتم عاكفون في المساجد، بهذا التقييد هو الان، وهذا الظرف المكاني.
نعم دكتور، هذا كان هذا النص تكلم عن الصحابة وأنتم نتكلم عن رجال الصحابة. ما قلت لك يد ينزل تحت النساء، ينزل تغليبا، ما يقول وأنتن، هو الأصل 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 أن من الذي يخرج ويدخل ويعتكف من رجل. فلما كان تغليبا كان تقول العمرين، لأن العمرين يقصد بها من؟ يقصد بها عمار بن عمر وأيضا عمير بن عمار، صح ولا لا؟ من العمران؟ من العمران؟ أبو بكر وعمر. طيب أبو بكر هو أبو بكر اسمه عمر، على التغليب في مسار اللغة، على التغليب. كما أن تقول الأبوين، يقصد بالأبوين من؟ الأب والأم، دخلت تغليبا، مفهوم؟ وأنتم عاكفون في المساجد، دخلت تغليبا النساء. أيضا من ذلك مفهوم العلة، مفهوم العلة أنه تقول أعطي السائل لحاجته. لما أعطيت السائل؟ لوسامته، لحسن إلقائي، لجمالي. لا، قال أعطي السائل ليه؟ علة أنه محتاج فسد حاجته. يبقى هذا معناه لو سائل لو كان السائل غنيا ها لا تعطيه، مع أن الحديث جاء حديث ضعيف قال أعطيه ولو جاءك على رأس فرس، ففرس الخيل كان هذه علامة الأغنياء، قال ولو جاءك سائلا فأعطي. ممتاز. المفهوم الأخير ومهم جدا هو مفهوم اللقب، وهذا أضعف أنواع المفهوم. مفهوم اللقب هذا أضعف أنواع المفهوم، بيكون الحصر بوصف بلقب ليس بوصف. مفهوم اللقب، فأقول لو جاء زيد لا يمنع ذلك عدم، لا يمنع أن أفهم أن عمرو يأتي وأيضا ومحمد أتى وأحمد أتى، فهذا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ضعيف جدا، وبعض العلماء يقول وأشد الدلالات على ضعف مفهوم اللقب إنه ممكن يكون المفهوم ده كفر، أن يكون المفهوم مفهوم لقب هذا كفر. كيف؟ كأن تقول محمد رسول الله، محمد لقبه رسول الله، يبقى لو خلنا مفهوم مخالفة معناه إيه؟ لا رسول بعد محمد، ما في إلا محمد فقط. هذا إيش؟ كفر، تكذيب بالأنبياء أو لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ وتكذيب بالرسول، تكذيب بكل الرسل. يبقى إذن المرتبة الأخيرة مرتبة مفهوم اللقب، وهو أضعف أنواع المفهوم. هذه المسألة سنتعلق بالمفهوم، مسألة ثالثة خاتمة، وهي موانع العمل بالمفهوم. المفهوم نعم يعمل به لأنه من باب الاجتهاد، هذا الاجتهاد قد يمتنع. لما يمتنع؟ لغلبات اللي هي مسألة في تعرض الترجيح، لغلبات الأقوى عليه. موانع المفهوم لغلبات الأقوى عليه، اللي هي الأقوى في الاستدلال في الدلالة عليه. موانع العمل بالمفهوم، أن يكون الوصف المقيد على سبيل الامتنان المنة، يبقى إذن المفهوم لا يراد. الوصف المقيد، الوصف المقيد يكون على سبيل الامتنان. الامتنان أن يمتن الله عليك بنعم ومنن كثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الامتنان المنة، قال إذا كان الوصف المقيد على سبيل الامتنان لا على سبيل المنطوق المفهوم، كإيه؟ كقول الله جل في علاه، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يبقى هنا المنطوق تأكل لحما طريا، المفهوم الغير طري لا تأكله. الحل والبل هنا فيما تستخرج من البحر أن يكون لحما طريا، يبقى المفهوم إن لم يكن لحما طريا فإيه؟ فلا تأكله، محرم، صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني نقول هذا المفهوم غير مراد، لأن السياق في سورة المنن، هذه سورة النعم، سورة النحل، صحيح؟ السياق كله سياق المنن، بيمتن الله على عباده، وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، كل هذه منن ونعم من الله جل وعلا. فاللحم غير الطري من البحر يؤكل، كقضية الحوت، صح؟ وهناك أسماك أشد ما تكون ما في لحم طري ولا، صحيح؟ في هناك الكابوريا، هذه فين لحم الطري الداخل لما تقعد تكسر فيه، تعرفونها ولا تعرفونها؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء أكمله كل ما فيه. يبقى كل ما في البحر حلال. يبقى إذن هنا الوصف المقيد هنا كان على سبيل منا لذلك لا مفهوم له لا مفهوم له. أيضا من ذلك إذا كان الوصف المقيد هو وصف للواقع كشف للواقع إذا كان الوصف المقيد كشفا للواقع كاشف صفة كاشفة صفة كاشفة للواقع كقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء المؤمنون الكافرين أولياء بعضهم أولياء بعض هنا الوصف أن المؤمنين لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء صحيح؟ طب هل غير المؤمنين يمكن يتخذ الكافرين أولياء؟ لا الكافر ليس وليا لأحد بحال من الأحوال لكن هذا كشف للواقع الواقع مفهوم؟ الواقع أيضا من ذلك اللي هو الأولى من هذا أن تشرح في هذا الباب أن تقول كشف للواقع ما زلت تتكلم يا أنس؟ ما زلت يعني مؤمنون ولا مؤمنين جاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مؤمنون وكافرين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة خرج رجل طيب أزهري فقال الدرهم والدرهمين بالربا ليس فيه ثم شيء كل الربا رويدر رويدر كل يوم 10 يجوز لكن تحف ما تحفش إذا أكلت رويدا رويدا لا الحف هو اللي حرام شوف ليش لأن الله تعالى قال لا تأكلوا ربا أضعاف فهو كل بقى واحدة واحدة رويدا رويدا كل كمان شيء في الربا شوف هذا مع اختراعات فنقول لهم أنت كيف استدلت يقول بالمفهوم نقول هذا غير مراد لأن هذا كشف للواقع والواقع أن أهل مكة كانوا يأكلون الربا إيه؟ أضعاف مضاعفة الواقع أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون ولكن الربا كل الربا حرام لأن مثلا قال لعن الله آكل الربا صغير وإيه؟ وكبير وهناك حديث كان مختلف في إسنادي لكنه موقوف صحيح عن ابن مسعود قال درهم واحد ربا أشد من 36 زنية درهم واحد ربا أشد من 36 زيني شو انظر هذه مسألة ليست بالهينة دلالة عن القليل أو الكثير لا يجوز انظر قال يا رسول الله لما قال لبلال قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا إن نبيع الصاع بالصاعين والصاعين الثلاثة قال السلام أو عين ربا ردوه قليل أو كذا لو حتى شو صاع قالوا لا ما يجوز هذا ربا وإن كان قليلا قال ردوه لا يجوز قال أو عين الربا ردوه عشان انا قللت من الامثله لانها مراتب كثيره جدا ومنع كثير جدا اضرب مثلا على كل واحده من اجل ان ننتهي لان انا وجدت في واحد الثالث ان يكون التخصيص للذكر ان يكون على الغالب غالب الحال يعني المفهوم خرج مخرج الغالب غالب الحال مثلها مثل الواقع انهم ياكلون الربا ضعف مضاعف غالب الحال كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي غالب الحال انه لو تزوج زيد هندا وكانت مطلقه او ارمل معها بنت فهو لما تزوجها بيشيل البيعه بيش يحمل البيعه بكل ما فيها ولا هو الان يفرق في البيعه اصل انت طبعا بتبتسم ان هي بيعه لا نتكلم على اساس ان هو سيتزوجها يتزوجها وحدها ويقول ارمي ابنتك ولا ياخذها بابنتها الغالب انه ياخذها بابنتها والغالب ان البنت ستكون الربيبه تكون في حجري مفهوم وممكن ان نقول انها لا تكون في الحجر تكون مع امها هي تكون المراه نفسها تقول لا ما تدوشنيش خليكي مع يعني انا اريد اتفرغ له من باب البر للزوج مثلا مفهوم ولا لا يبقى لما يقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ليس له مفهوم يعني بنت الزوجه وان لم تكن ربيبه فهي صح لا فلا يصح لها ان تتزوجها من ذلك ايضا ان يكون التخصيص السياق يثبت التاكيد فيه يعني المفهوم غير مراد هو الكلام عليه التاكيد ليؤكد كلامه دون النظر الى المفهوم
دون النظر للمفهوم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، نقول السفر سفر المرأة وحدها بوصف أن تكون تؤمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر، يبقى أي كافرة تسافر وحدها كيفما شاءت، صحيح؟ لا لا، هذا غير مراد، هذا غير مراد، والتأكيد على أن المؤمنة لا تفعل ذلك. كل النساء لا يجوز لها أن تسافر إلا للمخوف طبعا. الثالث الموانع، آخر الموانع أن يكون الوصف المقيد كان جوابا عن سؤال. كان جواب عن السؤال قالوا هذا، يبقى إذن لا الشرع لا ينظرون للمفهوم، هو أراد أن يجيبه فقط في هذا بقى. إلا أن يجيبه والقرنة تثبت أنه المفهوم مراد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ماذا كان جوابا عن سؤال، مفهوم هذا الكلام؟ الحمد لله بهذا نكون انتهينا من المفهوم والمطلوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.